غلطة بحياتي. هاي أهم نظرية علمية بالعالم أثبتتها الملكة ريم السواس بالقرن 21. شو هاي النظرية؟ وما هي علاقة ريم السواس بالحرب العالمية الثانية؟ وليش كلياتنا لازم نفهم ونحفظ هالنظرية؟ بصم بالحرب العالمية الثانية لاحظ مهندسي الطيران البريطانيين بأنه معظم الطائرات اللي كانت تخرج للقتال على الجبهة النازية كانت تم إسقاطها بقذائف العدو، وعدد قليل منها بيرجع، ولكن بيرجع وقد أصيب بأماكن متفرقة. فكر المهندسين البريطان بحل لتقليل الخسائر، وطبعاً أول شيء خطر ببالهم هو تصفيح الطائرات بدروع من الحديد الصلب لحمايتها من الرصاص والقذائف. المشكلة أنه ما فيهم يصفحوا كل جسم الطائرة لأنها حتصير تقيلة وحركتها بطيئة بالمناورة، فلاحظوا أنه معظم إصابة الطائرات بتكون بالجناحين ومنتصف الطائرة، بينما الذيل وقمرة القيادة سليمين تماماً. فبالمنطق قرروا تدعيم وتصفيح الجناحين ومنتصف الطائرة، كونهن الأجزاء الأكثر عرضة للإصابة. وفعلاً صفحوا الطائرات الجديدة بالحديد الصلب وقعدوا يستنوا النتائج، وهون كانت المفاجأة. ما تغير شيء، لسه أغلب الطائرات بيتحطم وعدد قليل منها بيرجع. أبوك سالفة يا هالسالفة، شو الحل؟ قرر الجيش البريطاني الاستعانة بعالم رياضيات يهودي اسمه أبراهام والد. قلب الطاولة عليهم وقالهم أنه تفكيرهم معكوس تماماً، لأنه الطائرات اللي رجعت ونجت هي الطائرات اللي انصابت بالجناح والمنتصف، أما الطائرات اللي سقطت فهي الطائرات اللي انصابت بقمرة القيادة أو الذيل. فيعني يا عباقرة لازم نصفح قمرة القيادة والذيل يا مهندسين يا بتوع المدارس. وفعلا نجحت الخطة بنسبة كبيرة، وصارت هاي النظرية تسمى الانحياز نحو البقاء Survivorship Bias، وتم تطبيقها على كل مجالات الحياة. أديسون كان فاشل بالمدرسة وصار أهم مخترع بالعالم. أحمد حلمي عاد البكالوريا 3 سنين ونجح بمعدل 50% وصار أهم ممثل كوميدي بالوطن العربي. نظريا هذا الحكي صحيح، ولكن من بين ملايين الفشل دراسياً طلع أديسون واحد، ومن بين ملايين الطلاب اللي جابوا معدل 50% من مصر طلع أحمد حلمي واحد. جوهر نظرية الانحياز نحو البقاء إنه مو كل شيء بالحياة لازم يكون منطقي، أحياناً عكس المنطق هو الأصح والأدق. فسيد الموقرة ريم السواس مشكلتها حقيقة مو أنها حبت ورفعت قيمة واحد واطي، مشكلتها الحقيقية أنها لم تعر انتباه للناس الحقيقيين والجيدين اللي حواليها. هذا الفيديو ببساطة هو عنك وعنك وعني. مشكلتنا حقيقة مو أننا اخترنا الشخص الغلط أو المهنة الغلط، مشكلتنا أن جاهلنا ناس أحسن وأشغال أفضل. شاركوني رأيكم بالتعليقات وشيروا الفيديو على صفحاتكم. لازم نفهم محسن غازي انه ريم السواس فيلسوفة وعالمة رياضيات كبيرة، وحقها الطبيعي تقول اللي بدها اياه. اخذوني على راسي شلطت محسن غازي. واشتركوا بالصفحة.